لم يكن صباح اليوم الأول من تشرين أول عام 2019 يوما عاديا في تاريخ العراق الحديث، إذ سيكون لهذا التاريخ ما بعده، إذ فجر العراقيون في بغداد والمحافظات الأخرى ثورة شعبية عارمة اختلفت عن كل ما سبقها من حراك شعبي، تخطيطا وتنظيما ورؤية مستقبلية. والهدف الرئيس لهذه الثورة هو إسقاط النظام السياسي وأحزابه الفاسدة الطائفية التي أوصلت العراق لهذا الحضيض. المتظاهرين من يوم اللي صارت الثورة ولحد هاي اللحظة اللي قدموه انطوا درس لكل الفاسدين، لكل اللي خانوا العراق، اللي خانوا هذا الشعب، هذا الشعب المظلوم، انطوا درس لهم ودرس للأجيال اللي بعدهم. نحن صامدين، نحن هنا المتظاهرين وكل المتظاهرين للشعب النجفي، وصامدين لحد ما تحقيق المطالب. هذا الدرس الذي أعطته ثورة تشرين للطبقة السياسية لم يشترك بإعطائه الذين عانوا ظلم النظام وميليشياته الطائفية فقط، بل تعززت ثورة تشرين بالشباب والطلبة والنقابات المهنية الذين أدركوا أن وجه العراق الجديد لا بد أن يتغير. انطلقت تظاهرات العراق بثورة شبابية واعية، واشتركت بالتظاهرات كل الناس المثقفة وكل طبقات المجتمع، من دكاترة، من أكاديميين، من أطباء، من محامين، من كل طبقات المجتمع، للمطالبة بحقوق المشروعة. والهدف، الهدف راسخ بالذهن، الهدف واحد، إنه استرجاع العراق من زمر أحزاب فاسدة هيمنت على العراق خلال 16 سنة. خلال هذه الفترة الماضية فهم وعى الشعب العراقي بأنه هذا الزمن المفروض يوضع له حد، المفروض يكونون واعين أكثر ويخلون حد للأحزاب وللتمادي على حقوق الشعب العراقي. اليوم أنتج نتاج عندنا جيد، وهذا ما كان موجود في خلال هذه السنين الماضية، لا وهو طلبة الجامعات اليوم مستمرة في بقائها وصامدين في ساحات الاعتصام، ولم يبارحوا ساحات الاعتصام إلا تنفيذ مطالبهم، وكذلك المعتصمين أيضا باقين في هذا، وهذا علمنا إحنا كمتظاهرين وكمعتصمين، علمنا الصبر وعلمنا كيف أن نطالب بحقوقنا، ما نتنازل ونرضخ للحكومة مهما كانت الحكومة تستخدم من أساليب وقوة. هذا التنكيل والقمع الحكومي لم يثني المتظاهرين في الشوارع والساحات العامة في بغداد والنجف وكربلاء وذي قار ومحافظات أخرى عن التمسك بسلميتهم، ما أجبر العالم على دعمهم ولو ظاهريا، لا سيما مع تفشي الطائفية والفساد الذي حطم الدولة العراقية، ومع هيمنة الميليشيات الموالية لإيران التي سعت وتسعى بشتى الأساليب القمعية لإخماد هذه الثورة بأي ثمن كان. ساحات الاعتصام في عموم العراق سندا إلى وين؟ إلى ساحة التحرير. ساحة التحرير لأنه الكودن أنه مطوق الخضراء، فهم إحنا أملنا بيهم إن شاء الله، وإحنا سند لهم. هي طبعا هي المركزية، الاعتصامات ساحة مركزية، وإحنا إن شاء الله باقين موجودين في ساحة الصدرين، وإحنا في خدمة الشعب إن شاء الله. وهكذا تبقى العيون في النجف وبقية المحافظات الأخرى الثائرة تتطلع إلى بغداد، إذ تصر على دعمها ويرون أن ساحة التحرير في بغداد ستكتب تاريخا جديدا لاستعادة وطن اسمه العراق، شوه صورته مشروع الغزو الأمريكي وأحزابه الطائفية الفاسدة.